السلام عليكم، مسا الخير جميعا شباب وصبايا. وعليكم السلام أستاذ، شلونك؟ إن شاء الله بخير؟ <applause> يا عبد والله الحمد لله. إييه مثل هديك المرة امبارح خلصنا إيشن جوبلوم. وهلأ نحن بكتابكم الفيزياء بالدور دوجوبلوم. 4 دوجوبلوم. هذا البلوم آه ما بيختلف عن البلوم اللي قبله. يعني ما في كتير تشابه بيناتهم جديد هذا البلوم جديد فيه قوانين له خاصة حلو كمان الفكرة فيه إنه هذا البلوم يعني الدوردنجو بلوم بلوم تقريبا نفس بعضهم بس هون في شيء اسمه بير بويوتا هونيكي إذا فتحتوا على ال... الكتاب على الأوتشوجو بلوم إذا شفتوا الاسم تبعه يعني اسم البلوم اسمه إكي بيوتا يعني الفرق بيناتهم هون بير بيوتا هونيك إكي بيوتا هو البيوت آه هو البعد يعني بتعرفوا أنتوا الإكسيا أو أو مثلا 3D أو نقول أو ثلاثي الأبعاد أو كذا هي اسمها بيربويوت، هي بيربويوت يعني بعد واحد على محور واحد محور الإكسات بس، أو محور الوايات بس. في عنا إيكيبويوتات راح نشوفها بالبيشينجبولوم. لذلك اللي بده يفهم منيح البيشينجبولوم لازم يكون متمكن جدا جدا من الدوردونجبولوم، لأنه الدوردونجبولوم هو أساس للبيشينجبولوم. لذلك احنا راح ندخل بدروس فيزياء نوعا ما قريبات كثير على بعضهم راح يطولوا معنا فترة هلا ايش هو البعد البير مثل ما قلنا اما على الاكسات او على الوايات شو الفكرة هون في كلمة شيء اسمه ثابت اذ ملي واحنا بنعرف انه ما الرمز تبعه هو الا فرح يعطي كثير معنا مسائل احسب الإبماء ونحن كنا بنحسب الإبماء بالأجنجبلوم كنا نحط إف نت يساوي إم شارب A هذا إيه القانون الخاص بالأجنجبلوم ما راح نستخدمه هون مشان حساب الإبماء راح يكون في عندنا قانون أو قوانين تانية راح نستخدم هون ثابت إبماء الحركة شو معنى كلمة ثابت يعني ما تتغير بمعنى إذا كنا على الأوتوستراد ومشينا بالسيارة، سيارة أول شيء بتشغلها بعدين بتركب على الأول بعدين على الثاني، المهم السرعة بتزيد كل شوي بتزيد شوي. بس من دون ما توقف أو تكبس فرين. بمعنى صابيت إجمالية يعني عم في تسارع كل شوي بصير في تسارع. لكن هذا التسارع ثابت، ما هو والله يعني في هلا تسارع بعدين بتوقف بعدين بتكبس على الفرين أو لا، لا هذا دائما يكون تسارع موحد من دون ما تكبس لا على الفرين ولا في شيء. بمعنى مثلا اذا بلشت بالتسارع ا آه تساوي 2 هيك رح تكمل ا آه تساوي 2 او اذا بلش اذا كان التسارع ا آه يساوي 3 معناتها دائما رح يكون الآ آه تساوي 3 هي معناها كلمه ثابت هل حديت هلا كلام نظري في مسائل انتم دائما بيجيكم بالامتحان مسائل لكن علشان نعرف نحل المسائل لازم نعرف آه شو معنات هدول الشغلات اللي احنا عم نحطهم او شو معنات ثابت الاجمالي شو معنات بيبو حركة حركات او كذا آه، كمان في عنا شغله إنه آه، آه، أحياناً السيارات في منهم من السيارات مثل مثلاً سيارة الشاهين تعفواد بكل اسم معروفه آه، هاي السيارة إذا لتشتغل تشتغل أول شيء مثلاً يلا ماشي مشاغلة بعدين بتمشي شوي شوي يعني مثلاً تمشي على الأول بعدين بتمشي على الثاني بعدين على التالت ما حتى تصل لسرعة المية ما إذا توصل لسرعة المية متر على كيلومتر بالساعة ما إذا توصل للشاهين يعني بدها وقت يعني بدها يمكن بعد مثلا 30 ثانيه او بعد دقيقه لحتى توصل على سرعه المية بس في سيارات مثل سيارات السباق يمكن لسه ما بضربوا مارش يعني لسه ما بحطوا المفتاح هيك وبفتحوها هيك للمارش يمكن توصل من اول دعسه خلال ثانيتين ممكن توصل للمية 100 يعني او ل 120 او 180 فهي الفكره مهمه جدا لانه راح يسالونا بالاسئله كمان راح يسالونا احسب الا مثلا الايفما راح يسالونا احسب السرعه الاولى اللي بنسميها ذا صفر مثلا ممكن يسالونا كمان احسب السرعه النهائيه ذا الاس في السا يعني ذا وممكن يسالونا مثلا احسب كم متر مشيت السياره مثلا اللي هو بنسمي المسافه من رمزها ب اكس وكذا هاد الكلام بكير عليه بعد شوي رح نشوفه بمسائل بس بس مجرد اطلاع فهون حطوا بالكم أنه في سيارات بتوصل لسرعة مثلا 100 كيلومتر على الساعة خلال 30 ثانية أو دقيقة وفي سيارة لسه نضرب بنضرب مارش بعد 3 ثواني 4 ثواني بتشوفها طارت وفي صاروخ أجزاء من الثانية ممكن يوصل سرعته ل 500 كيلومتر متر 600 كيلو بالساعه مثلا مثلا اجزاء مثلا يعني بنضرب ولو مباشره حتى الطلقه او الرصاصه لما يطلع مسدس اكيد سرعتها قويه جدا يعني يعني السرعه الاولى لها قويه بينما سياره شاهين او مثلا موتور الكهرباء موتور البنزين هذه بيكون يعني سرعته شوي شوي هيك حتى توصل للسرعه النهائيه تبعيته هي فكره من ناحيه مثلا من ناحيه السيارات او كذا هلا في عنا كمان مثال على المطر وال البرد البرد شو باللغه العاميه بنسميه له اسم بتعرفوا ايش بتقولوا له بالعاميه بشكل عام حسب المناطق اسم البرد شو بتقولوا له يلي بينزل من السماء؟ لازم احنا بنقول له براد برد يعني اسمه برد هيك عندكم؟ إيه تمام في تسميات كمان اثنين العجوز اثنين العجوز تمام وفي تسميه ما بعرف اذا سمعني حرقط سمعني بحرقط شيء؟ ايه استاذ ايه حرقط كمان تمام طيب الحرقط هذا او سنين العجوز او البرد هذا لما بنزل من السماء سرعته ووصوله على الارض بيكون اسرع من المطر هذا الشيء بيعتمد على كتلته مثلا اكبر او كذا كمان هذا بلعب دور وبالتالي احنا نشوف مين سرعته اكثر مثلا ليش مثلا يكون في غيمه على ارتفاع مثلا 1 كيلومتر من الارض عيني يكسر مثلا ارتفاعها عينه غيمه على اليمين وغيمه على اليسار مثلا لما بنزل بالتركي هذا البرد او الحرقه او سين عجوز بنسميه الضلو الضلو لما بينزل من نفس الغيمه وعلى نفس الارتفاع لما كمان مطار بس كمان مطر بس الضلوع او البرد هو اللي بوصل قبل هو بكون اسرع يعني هو بيكون اسرع ايش هو السبب؟ هذا بيرجع لكتلته، قوته الجاذبيه الارضيه اللي عم تشده اكثر وكذا طيب ايش معنى انه الحرقط اللي هو وزنه خلينا نقول ايش قد وزن الحرقط الكبير الكبير الضخم اللي ممكن تكسر السياره لما تنزل واحد كيلو 2 كيلو يلي هو شد ممكن يكون يعني طيب ليش هذا او المنطاد هذا الشخص اللي بيركب بالمنطاد اللي <تكتشف>. <كتشف> وزنه لا يقل عن 45 كيلو والمنطاد كمان ليش هذا بينزل بسرعه ممكن ثلاثه متر على الثانيه يعني بينزل بس هيك دق في الارض يعني ما بموت بطب مثلا ليش شو السبب مع انه هذه اتقل من من البرد اه لانه هون عم بيستخدم المنطاد عم بيستخدم شيء اسمه دي رينجي او يعني الهواء لما بيصير في عنا بدقر في المنطاد بيخفف من السرعة فكل هدول الشغلات رح نشوف عليهم أمثلة ونحن بهمنا علشان الفحص يعني الأكثر علشان الفحص بهمنا أنه لما تجينا مسألة شو نعرف نحلها عن طريق قوانين معينة هالقوانين بعد شوي رح نشوفها هلا بنكمل إذا معكم الكتاب أكيد تمام أيوة هلا حننزل شوي لتحت بالكتاب هي الصفحة وصلنا على صفحة 83 هدول كمان كلام نظري أو كذا تمام هلا خلينا نروح نشوف كيف نحل مسألة بهذا البلوم لما تجينا مسألة بالامتحان شو هم بتنحل يعني طيب الصفحة راح تكون 89 عنكم بالكتاب طبعا هذا الكلام اللي بطيحه أنا مجرد القوانين شو اصلها وشلون اجت وشلون كذا بالامتحان ما راح يسالوكم شو اصل هذا القانون راح يسالوكم حلوا هاي المساله انتم بدكم العنب علشان ما تقاطعوا الناطور ف... ايه استاذ ايه هيك احسن هيك ما بحب انه هاي من اجت هاي من اجت ايوه احنا ما بدنا هلا عشان الوقت كمان هو واحد مفيد بس عشان الوقت هلا اهدائكم على هاي لاشركم عليها اللي عندكم كتاب اشروا عليها هاي تحفظوها بصمه بصم حتى ولو مثلا ما عرفتوا ايش هدول وكذا هلا بعد شوي راح اشرحهم يعني بس هاي هاي جدول بصم هذا الجدول راح نستخدمه علشان نحل في شيء ست سبع مسائل هدول ثلاث قوانين راح نستخدمهم علشان نحل مسائل هلا اليوم يعني كمان ايه فهدول القوانين اول شيء شو اول مثلا شو عم بيقولوا لنا هون؟ عم بيقولوا بالطابلو هذا في بيربو بو يتصابت اذ حركات اتين كينم كينماتيك دنكلم يعني المعادلات اللي بنستخدمهم هون لحساب بير بو يتحركات طيب فهون عم بيقول لي بير بو يتصابت اذ حركات اتين كينماتيك دنكلم لار أو اول وحده اسمها يردي اشترما يردي اشترما يعني بالعربي إذا بدكم تكتبوا المسافة شلون بجينا بالسؤال وشلون عارف هالقانون إما إيه بدي استخدمه؟ قال بيقول لك احسب الياردة ايش يعني مثلا سيارة هون في سيارة خلينا نقول راح تمشي من عند هون النقطة مثلا من عند هون النقطة أ وهون يعني المسافة لسه صفر هون المسافة صفر لحديت النقطة ب لحديت هون حديت النقطة ب تمام فهو بيعطيكم السرعة وبيعطيكم مثلا الايف ما وبقول لكم شو قد المسافة من عند ال A لعند ال يعني آه هاي اسمها يرد طبعا بالمسائل وبالاعداد ترتاحوا اكثر وكثير سهلات يعني هدول هذا البلوم اسهل بكثير من البلوم اللي قبله يعني عشان ترتاحوا هلا شو معنى دلتا اكس؟ دلتا اكس هي اليرد اشتراك او المسافة الدلتا اكس دائما بتكون هيك شكل الدلتا اكس احيانا بنكتب هيك اشتر اكس صون اكس اكس ilk او البدايه يعني المسافة النهائية اللي يوصل عليها ناقص المسافة الأولى ليش أحيانا هيك ممكن نفتحها أو نكتبها هيك لأنه ما هو دائما ببلش من نقطة بيكون المسافة صفر ممكن يكون مثلا مش 10 متر وبعدين هو بيقول لي احسب لي من عند لما مش 10 متر لحد 30 متر شو قد هون المس... مثلا المس... المس... السرعة أو مثلا الإيف الأه، الأ احسب ليها أو الزمن يلي يستغرقه طبعا هذا الشيء مسائل جدا سهل جدا يعني ما تخافوا منه ولكن علشان تعرفوا انه ايش معنى دلتا اكس ايش هو هذا المثلث هو ما اظن مثلث هي اسمها دلتا دلتا اكس اشتر اكس صون اكس 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 إلك. هلا فعلشان هدول تسميات مشان لما بالمسائل يعني شو معنات إكس سون إكس سون هي إكس سون يعني بنقول عليها هي خلينا نسميها بالعربي يعني سون مسافة أو المسافة النهائية ممكن تكتبوها بالعربي هي اسمها المسافة النهائية إكس إلك اللي هي مثلا إكس صفر تحطوا كمان هيك مثلا جنبه بالعربي لانه ليش؟ لانه هذا الجدول جد رح تستخدموا عليه ست سبع مسائل عليه يعني، فبالتالي لازم تعرفوا شو معناتهم هدول. هلا هي بنسميها المسافه البدائيه، يعني اللي بلش منها، من اين نقطه؟ من نقطه صفر ولا من نقطه 10 متر ولا 15 متر. هي مسمية اكس صفر المسافه الاولى او المسافه البدائيه. بعدين في عندنا هي البا صفر، البا صفر هي السرعه الاولى. فا صفر هي تكتبون السرعة الأولى أو السرعة البدائية بعدين في عنا التاء معروف التاء هو الزمان التاء هو الزمن. بعدين في عنا الآ آه الآ آه. آه هي إذما صح؟ وفي عنا التاء كمان هي نفس الزمن أستاذ حيطين هون زائد وناقص إيش هي زائد وناقص؟ قال إذا كان السيارة عم تمشي وعم بتزيد سرعتها كل شوي بنحط زائد. إذا كانت عم تمشي بس عم تتباطأ سرعتها كل شوي، يعني كانت دايسة على 80 بعدين شوي شوي تنزل سرعتها، بنحط من ناقص. هذا الشيء شو نعرف؟ بالمسائل منشوف شو بدنا نستخدم هي الشغلة. بعدين بنجي على القانون الثاني. هير بير تير يعني لما بيقولوا لنا احسب السرعة في الزمن تاء شتر مثلا خمسة ثانية أو ستة ثانية أو سبعة ثانية هذا الشيء بال بال اسمه بالمسائل راح تشوفوه ايش هو هذا الفائس هو فا سون يعني السرعة النهائية فا هو حطوا بالعرب مثلا السرعة النهائية بعدين في عندنا الفا صفر ذاتا حطيناها هي السرعة البدائية أو السرعة الأولى الا حطيناها هي الإيبما تا هو الزمان بعدين انتقلنا على المعادلة رقم ثلاثة زا زمان إتشارميان دين كلمة يعني المعادلة اللي ما بيكون فيها زمان هي ما بنستخدمها لما ما بيكون عطينا الزمان لما ما بيكون عطينا الزمان هاي ما في داعي نستخدمها هي هي بنستخدمها لما ما بيكون عطينا الزمان يعني بما انه ما في تاء فبنستخدم هي المعادلة ايش معنات ف اس هي ف صون يعني السرعة النهائية الف صفر هي السرعة البدائية الـ A حكينا عليها هي الايف ما والدلتا X هي الـ اليرد إشترمة أو المسافة أستاذ كمان هون حاطين زائد وناقص أول من بنحط زائد لما بيكون في دايسة بسرعة معينة وكل شوية عم بتزيد بنحط زائد وإذا كان كل شوية عم تنقص سرعتها بنحط ناقص طيب هذا كلام لسه نظري بدنا نطبق هذول المعادلات على مسائل فهلا راح نحل مسائل لكن هدول لما نحل المسائل رح تكتبوهم مثلا عندكم مسوده علشان تشاركوه شوي بالحال وتعودوا ايدكم من هلا علشان ما ترجعوا يعني ترجعوا تشوفوا الفيديو او كذا من هلا تحفظوهم هدول الثلاث معادلات حطوهم في ورقه مسوده علشان لما نقلب الصفحه هلا بالكتاب بدنا نحل مساله الصفحه 90 لانه رح نستخدم هدول المعادلات فنحن رح ننتقل هلا للصفحه 90 الأورنيك خمسة وعشرين طيب هلا هاد الأورنيك تعودنا نحن بالبلوم اللي قبله إنه نحن نحط المعطيات معي كنا نحط المعطيات مثلا وبعدين بنحل المسألة ونفس الموضوع ممكن كمان هون إذا بدنا تا يساوي الصفر عطانا التا يساوي الصفر أنندا ان يعني في اللحظة صفر يعني لسه هذاك الوقت أغاجا جوريت كونومو أرتو أوتوز يعني الإكس صفر هون أعطينا إياها هو و R2 و 2 ليه شو نعرفنا X صفر لأنه الأول موقع له كان هو 30 بنحط X صفر أشتر 30 2 شو نعرفنا بالتركي هون التركيا اللغة التركية راح تلعب دور شوي. طيب. تأسفر أن ضاع قنمو أرتوتوس. هلا هاي السيارة طبعا شوي في منين معدية كانت مشي من هون هيك هيك مشي بالسيارة. المهم وصلت ل في اللحظة صفر عيرنا وقت نحن في اللحظة صفر كانت آه على بعد 30 متر. بعدين. أولان يعني إيه إلك هز أم قلنا عليها وكتبناها إيه إلك يعني ذا صفر هدول لازم تتعودوا عليهم هون صفر إشتر آه عشرة ذا صفر إشتر عشرة بعدين عم بقول كمان عربا بو أنضن اعتباراً إكي متر بلو ثانية ديك إلى مباشرة إكي متر بلو ثانية ديك يعني عم بقول الأ تساوي هو يعطيك إياها الأ تساوي اثنين هون في كتير معطيات بعدين بقول لي إلى دُزْغُنْ أولارك هزلان ميا هزلان ميا هزلان ميا يعني عبصير في سرعة تزداد سرعتها وبالتالي تذكروا أن تقوى كان في زائد وناقص بالمعادلات لطالما قلت لكم إذا عبتزيد السرعة بنحط زائد وإذا عبقول وإذا عبتنقص السرعة بنحط ناقص هون شو عرفنا إنه بتزيد لأنه عبقول هزلان مك وهزلانماك بالتركي يعني عم تتسارع عم بتزيد سرعتها ليش ايش اللي عم تتناقص سرعته شلون بتجينا من المسألة عم بقولوا كلمه اسمها يواش لماك يواش لماك يعني عم سرعته سرعتها فهون بما انه عم بقولوا هزلان ما يباش ليور يعني عم تزداد سرعته وبالتالي هون راح احط بدال الناقص بحد زائد خلاص بعدين بيش ثانيه صره يعني بقول لكم خدوا التاو اياها خمسه Arabanın ağaca göre konumu bulunuz. Yani بعد 5 ثواني المسافة النهائية يعني الإكس x المسافة النهائية القنوم القنوم هو موقع يعني نفس المسافة أو كذا الموقع النهائي أو المسافة النهائية شقد احسبوها هلا اذا رح نرجع للمعادلات او ما بعرف اذا عندكم الكتاب او المعادلات حطيتوها مثلا على ورق المسوده اذا ما عندكم كتاب او كذا ام في صوره علشان ما نرجع للصوره ام توا تذكروا انه في كان قانون آه الاول واحد اللي هو اسمه يا ديشترما هذا القانون اذا طبقناه هون بيطلع معنا القانون كان يقول دلتا اكس يعني اذا فتحناها هيك اكس اس ناقص x صفر هيك إيه كان القانون ايش قانون إيه كان القانون v صفر إيه هيك شارب ت طبعا هذا القانون كثير ما راح نكتبه تحفظوه بصم بالذات بالامتحان راح تكونوا حافظينه بصم هذا القانون إيه زائد زائد نص الأ تا قرن أ تا min بيك Peki. Siz ليش حطيت زائد والله بالمعادله في زائد وناقص؟ تمام هونيك في زائد وناقص بس نحن ما راح ناخذ زائد وناقص اثنيناتهم راح ما راح ناخذهم هون ناخذ زائد ليش مثل ما انت هزلان ما يبش ليور هزلان ما يبش يعني عم يزيد بعدين بنروح بنعوض هو ايش بده تعرفوا بده الاكس اس يعني هي المجهول والباقي كله معلوم والدليل الاكس صفر 30 الفي صفر عشرة التا خمسة الآ 2 رياضيات بتروحوا بالعوضوا بالرياضيات بتعيفوا الإكس إس حالة إكس إس على هيك ناقص الإكس صفر تلاتين بنحط هون بعدين يساوي الفا صفر ها هو عشرة شارب التا أه، شارب تا هي وش آت تا خمسة تمام تا يساوي خمسة طيب ماشي يا أحمد ما في مشكلة وزات على أربعة ونص ما يا أحمد طيب أه، شارب خمسة عشرة شارب خمسة أه، آرت نص من عيفة حالة يعني واحد على اثنين ال A هو يعطيني اياها اثنين هلا التقرة يعني اذا روحت بين قوسين خمسه أوس اثنين انتبهوا هاي برياضيات ما تنسوا الأوس تذكره هلا مجرد رياضيات معادلات بتفكوهم مثلا بتقولوا إكس إس مجهول تعرفوه هون هون مجهول لطرف معين طرف ما إكس إس هون تعرفوها بعدين ناقص ثلاثين بتشيلوها. تحطوها بطرف تاني تساوي تقولوا موش انها تحطوها بطرف تاني بصير ثلاثين كانت ناقص وين طيرت الإشارة هيك إجنم كانت هون ناقص بس نحن مو حولناها للطرف الثاني بتصير زائد بعدين بنقول زائد 150 استاذ الاثنين مع اثنين ما بروحوا؟ طبعا هلا الاثنين على اثنين اه بروحوا بس هون 5 ضرب 10 50 وليس 150 اه تمام ايوه 10 ضرب 5 50 بعدين زائد بتحبوا تقولوا نص اثنين واحد بروحوا مع بعضهم خالص او تقولوا اثنين مع اثنين بروحوا ولا بيطلع خالص اثنين مع 2 هيك هي اثنين مع هي الاثنين بروحوا بيطلع واحد جواب واحد ضرب اي شيء بيطلع الجواب هذا نفسه هلا 5 اس 2 تقولوا زائد 5 ضرب 5 يعني 25 خمسة 25 خمسة بعدين بنروح بنجمع يلا 30 و50 و25 53 80 و25 100 و5 ما هيك معناتها بيطلع معنا الجواب 105 مثل ما طلع معهم بالكتاب ما هيك طيب 105 ايش الواحدة تبعيتها هي تساوي 105 متر تمام <applause> متر ليش لانه احنا عم نحسب مسافه والمسافه بالمتر خلاص هيك المساله تجي انتهت المساله استاذ كثير كثير سهل والله جدا سهله هلا بالكتاب شايفين فيه هيك جرافيك وما جرافيك وما بعرف ايش وقصه طويله عريضه هلا هدول الشغلات احنا بما انه اذا اجتنا هي المساله ممكن نحلها عن طريق المعادله فخلاص امورنا كويسه اذا حلينا هيك عن طريق المعادله السهله هي احسن من الجرافيك لذلك الجرافيك حاليا مبدئيا ما راح ندخل فيه اذا اضطر الامر في مسائل بالكتاب انه حصلا حصلا عن طريق الجرافيك يعني عن طريق الرسم هذاك الوقت نشرحه بس هلا مبدئيا لا هلا هي المساله خلصت بنحط كمان مساله جنبها بالصفحه 91 كمان كمان رح نطبق فيها المعادلات هدوك الثلاثه اللي انتوا شفناهم لذلك هدول بصم مثل أسماءكم. هلا هذا الاورنيك اه 26 كمان هون بدنا نطالع المعاليم والمجاهيل، من المعاليم وايش المجاهيل؟ هون التاي يساوي الصفر اه ننضع، يعني في اللحظة صفر. جرسال ذكي آنية أغسطان يعني في المنظر هذا أقرب شجرة يرمي جريداي يعني هاي أقرب شجرة علينا كان هاي وين القطار هذا ترين أبعيد من هاي الشجرة عشرين متر وبالتالي هو عيطيني الإكس صفر عشتر قات عشرين عشتر عشرين طيب عشرين متر. طبعا هون بما انه جريدة بما انه جريدة فلازم نحط ناقص لانه هو صحيح 20 متر بس ما هو لقدام يعني 20 متر ام تو كانت المسافه الاولى اكس صفر يساوي 30 ام تو بالمساله او اخذناها زائد ليش؟ لانه هو لقدام قدام الشجره بس هون ورا يعني لسه ما وصل الشجره فهو هون الاكس صفر هو لسه ناقص 20 يعني لسه ما وصل الشجره فهون لما نعوض الاكس صفر من عوضه ناقص شلون عرفنا استاذ والله هون جنب 20 ما في ناقص شو شو منين جبنا الناقص بالتركي كلمه جريدا يعني لسه هو خلفه ما لحقه لسه ما وصل له وبالتالي بنقول ناقص 20 بولونان ترامفاين ilk hızı ilk hızı 30 يعني ilk hız يعني V0 شلون عرفنا باللغة التركية عم كتبنا بالمعادلات إنه v با صفر هو السرعة الأولى أو السرعة البدائية أو إيل كوز ب صفر أشتر ثلاثين هون خلاص هيك ثلاثين بعدين من تم نقرأ المسألة ترامفاي بو أنضن إتبارا دورت متر بالثانية كره بيكلون ده إيف ما بكن. على أعطيك الإيف ما أقول لك حط الآ تساوي أربعة الآ تساوي أربعة مباشرةً بعدين عم اقول لك ايه شوف شوف هاي الكلمه يباش لما يباش ليو ايه يا باشا ما يباش ليور ليش تستفيد منها استاذ خلي عادي يا باشا ما يباش دور يا ما يباش دور باش, ليور. باش ليور. بالمعادلات لما نعوض ايه بتذكروا فيه كان زائد وناقص فوق بعضهم هلا هل هون نحط ناقص ما هو كيفنا لانه يا باشا ما يباش ليور يعني صار يتباطا ولما بتنزل سرعته بنحط ناقص ولما بتزداد سرعته بنحط زائد عم تو ديك المساله صحيح حطينا زائد بس لانه كان هزل المايه هو راح نحط ناقص لانه يواش المايه هلا يواش المايه باش ليور يعني ال A آه لا لا يعني بالمعادله هونيك راح نحط ناقص خلاص بعدين يواش المايه باش لدكتان 5 ثانية صورة يعني عم بقول لك حط التا تساوي خمسة التا تساوي خمسة مباشرة استاذ خليني استاذ هلأ اذا كانت يافش لمايا بنحط ناقص واذا كانت هزلا هزلانا مايا بنحط زائد بالضبط عبادة هي ناقص اها عين استاذ طيب هلا خلصنا من المعطيات هلا جينا على ايش بده مني قال اراجا بولونوز يعني اكس اس يعني القنوم هو المسافه يعني اكس صون يعني اخر شيء ايش ا وأمتوى كمان كان طالب مني الاكس اس ها امتوا كمان كان طالب مني الاكس اس وعطيني كل البقيه مثل ما امتوا ايش الفرق يعني هو ايش بده قال امتوا كان هزل المياه هي اول شغله هون يغش المياه تمام هونيك بهديك المساله كان هو قدام الشجره هون هو لسه ورا الشجره هنيك عوضنا الاكس صفر موجب هون عوضناها رح نعوضه سالب خلاص هلا مروم نحط المعادله يلي امتوا حطيناها هي أم هون هون راح احطه هون إكس صفر عفوا إكس اس ناقص إكس صفر هيك صفر شو كانت المعادلة صفر شارب t v صفر شارب t شارب أه هون كمان بدي احط أه اكسي لانه تو لازم نحط اكسي نص نص A تمام هلا بنروح نعوض اكس اس ما عندي انا بدي احسبها ذاتها الاكس صفر راح اعوضها سالب بقول ناقص بين قوسين ناقص عشرين ليش حاطين القوسين؟ لانه بعرف انه انتم راح تفكروا الناقص هي الى الى 20 بس هون المعادله هي اصلا فيها ناقص والاكس اس صفر ناقص نعوض ناقص ناقص 20 تساوي الفا صفر فا صفر وينها؟ فا صفر 30 فا صفر 30 شارب التا آه. خمسه ناقص نص ناقص نص ال A شبع ها أربعة والتا T زاتان خمسة بس خمسة للتربيع يعني بين قوسين خمسة أوس اثنين رياضيات يلا قال هون الناقص بالناقص بصير زائد هي بصير زائد بصير زائد عشرين وزائد عشرين خلينا نشيلها ونحطها مع المعاليم مع هذول الطرف الثاني بصير إشارتها ناقص صح؟ شلون هي صارت؟ مو كان هي ناقص في ناقص، ناقص في ناقص زائد، وبنشيلها لحتى الطرف الثاني بتصير ناقص، وبالتالي يؤدي الإكس إس تساوي إكس هيك تساوي عشرين عشرين زائد 30 ضرب خمسة مية 150 مية ز... آه... ناقص ناقص النص الأربعة أو الأربعة بتروح مع اثنين فيها اثنين، يعني نص الأربعة اثنين، اثنين ضرب خمسة عشرين، خمسين. طلع معنا الجواب كام إذا هيك؟ <applause> ولما صارت الإشارة زائد ما احنا عوضناها هي إيه ال20 ناقص ما هيك؟ هلا هون كانت ناقص بالناقص زائد فلازم ننقل ال20 طرف ثاني لازم يصير إشارة ناقص أبد صح حلا؟ هلا هون لازم الزائد 20 إذا نحوله لهذاك الطرف ما يصير ناقص وبالتالي هون لازم أحط إشارة الناقص لأن ما حطيتها. هلا ناقص 20 زائد 50 وناقص 50 يعني ربحت 150 وخسرت 70 وبالتالي انا ربحان 80 يعني زائد 80 متر 80 متر شلون عرفنا انه متر لانه عم نحسب مسافه خلاص هي صار حلينا مسالتين على نفس المعادله هيك بيجيكم السؤال هلا أه أه شايفين انتم بالكتاب انه تشوزون فيه كمان جرافيك وما جرافيك كذا مثل ما قلت لكم نحن عم نقدر نحل المساله عن طريق المعادلات من دون ما نتدخل بالجرافيك بس اذا كان في بالكتابكم مسائل حصر لازم نستخدم فيها الجرافيك هذاك الوقت بندخل بالجرافيك لذلك حاليا ما هو وقته بنروح آه، كمان بنحل آه، مساله كمان مثلهم بالصفحه 92 كمان بالكتاب ايه خلينا آه، نطلع استراحه لانه راح يوقف هلا شو اسمه الزوم وبعدين نرجع شو رايكم استراحه بس 10 دقائق وبعدين نرجع ان شاء الله <applause>